شو هالشرشة هاي؟ ليش يلو من هون؟ قال عامل حالة برقاسة الجمعية. أنا رح حل كل مشاكلكم لأنه أنا زمرد كورفالي. عفوا شو قلت؟ تفضلوا. زمرد كورفالي. اوف يا مليت كتير من القعدة لحالي، يعني ما في شي بسلي. شو هالملل الموجود هون؟ ماني مبسوطة، مالي مبسوطة برئاسة الجمعية، مالي مبسوطة بهذا المركز. كونك رئيسة فيك تبدي من هون وتفكري كيف بدنا نوفي هالديون يلي عالجمعية. لا ما بدي يا بنتي، خدي وما تقليلي لا ديون ولا شي. أنا قضيت نص عمري وأنا عم وفي ديوني. من الله تركنا هديك الأيام ورانا، الحمد لله بفضل ابني. طلعي ما تقليلي ديون، عم تجيني حكي وعم تتعب أعصابي كتير. ما تعملي هيك رفيف، يلا أنا طالعة. حلي عني يا لوين؟ لوين بده يكون لعد محاسي؟ خليني روح اتناقر معها ونتخانق لنا شوي لحتى يرجع لوني. شو هاد يا مليت من القعدة هون؟ ماما يسلموا ايديك. صحة وهنا. أهلين ماما حبيبتي. يا روحي انتي، تاري صدمتك النفسية صعبة كتير. الله يخليكي، والله فرطت من كتر الشغل. أمي ردي علي يا أمي. من غير شي أنا شخص نحيف، وإذا بضل عم بشتغل هيك رح أتبخر وطير بالهواء. الله يوفقك. شو ما عم تسمعني أمي؟ طيب لك عن حالة نفسية سعيدة عن إذنك، وأنا بدي انصدم نفسيا كمان. يلي عم صدمه نفسيا أحسن مني. أوف. مرحبا يا زهرة الليلة البنفسجية. مرحبا. قعدت مع حالي وفكرت، وصعب علي إنه بحي اسمه بيش جشمة ما يكون في منبع أو حنفية وحدة. الموضوع أثر فيني وعم قول لحالي خلينا نعمل 4 تانين لحتى يليق بالاسم حي الينابيع الخمسة. 5 ينابيع محاسين، نخليهم 4 ولا 5؟ تمام أنا موافقة. تمام موافقة. وعم قول نخلي المغاسل من ذهب يكونوا. مغاسل من ذهب عيار 24 يعمو الناس عمي. تمام مثل ما بدك بنعمل. عملك مغاسل من ذهب كيف مثل ما بدي محاسن. وبعدين يا جد بقى أنا اللي خبيت دفتر ملاحظاته ليامين. أصلا كنت متوقعة. كنتي متوقعة؟ محاسن أصحي على حالك، شو صار لك؟ موجوعة فيك شي؟ شبكي محاسن قليلي. إيكو. أيوة يا ابني. أمك منيحة؟ طب لي الإسعاف السريع بسرعة، أمك عم تقول علي كل شي تمام وأنت أدرى. إيه تمام تمام، وأنا كمان عم تقلي هيك تمام. بس لا لا وضعها ما بده لا إسعاف ولا شي. أنا بعرف شو قصتها. إيه الموضوع غير شي. أكرم. أيوة أمني يا أخي. لك شبك يا محاسن؟ محاسن عم قول خليني أرش مية ذهب على الحي كله. تخيلي. طيب زمرد مثل ما بدك، نعمل مثل ما بدك، الله يسهل أمرك. شبكي محاسن؟ والله ما لي متعودة عليك هيك بتمللي. شو صاير لليوم؟ يسلموا إيديكي محاسن. شكرا. محاسن محاسن شو صار لنا؟ هيك بدها تكون آخرتنا؟ معقولة بدنا نصير هيك عاديين؟ خلص انتهى الأكشن. حتى خناق ما لنا عم نتخانق، مالي متعودة هيك. احكي معي بترجاكي، احكي معي يا محاسن. غلطت معك بشي؟ طيب شو اللي صار؟ فهميني إذا غلطت. الموضوع ما بتعلق فيكي أنت زمرد. اتطلعي فيني محاسن، ما عم اتحمل نكون هيك بهي الحالة. بجد حاسة حالي متعيسة ومكتئبة. ما في سسبنس.
ما شرط كل شيء يكون بخصك يا زمرد، الدنيا ما عم بتدور حواليكي انتي. وقلت لك يا روح الموضوع ما له علاقة فيكي. ما له علاقة فيني؟ لكن بشو له علاقة؟ يا من يا من شبه مريض يعني؟ بده يموت؟ ايامه معدودة؟ بظن انه عم بخوني يا من. يا من عم يخوني. قول ايش يا من له حيل يخون؟ مو معقول، ما بصدق هالطوله، ما له خلق بيتعاطى في شغلات صغيره وبسيطه. لا الكل ممكن يخون. لا يا من ما بيخون، لا 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 ما بينجح بهيك شغلات اصلا. يا من بفطرته ما في هيك شيء، بلا سخافه. خلص خلص محاسه، من وين عم تجيبي هالحكي هذا؟ بلا سخافه. تعي تخانقي، تعي تخانقي معي وخلينا نتسلى لنا شوي. لك وانا هيك عم اقول، انا هيك عم اقول، بس كل الادله ضده ليامن. قميصه كله ريحته عطر نسواني، حاطط رمز على تليفونه. ليكي هذا الشي فيه خطورة محاسن. ايه وفاق من الصبح ما شرب قهوة ولا حكاني وطلعه لهلأ ما رجع. تمام، يعني انت عم تقولي اذا كشفنا المشكلة فيني ارجع اتخانق معك مثل قبل؟ بتوعديني بهالشي محاسن؟ يعني رح نرجع مثل اول انا وانت؟ شو رأيك؟ وعديني لساعدك. زمرد والله انا كتير جاي على بالي اتخانق معك، بس صدقيني مالي حيل اليوم. مالك حيل؟ جتني فكرة، خلينا نعمل له كمين، نروح وراه ونحاول نراقب ومنكشفه ومنفهم اذا عم يخونك ولا ما عم بيخونك. أنا ما فيني أدخل بأمور المراقبة وغيرها، ما فيني. اسمعي مني هلأ شو بدي أقول، خلينا نحل المشكلة ونراقبه. ليا من شغلي لي مخك، هاد شغلي. لا تعملي مثل الأفلام الهندية وتعدي تبكي لي على البطل، يعني ما له حرزان. بصراحة أنا ما بعرف، ما بعرف كيف تجوزتي، بس يمكن أنتوا اثنين نفس الطول هيك أخدتي. أي مو حرزان تبكي على. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.